اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالعلي في ألفة وبالباء بركة وبتاء توبة وبشاي شوابا وبالجيم جملا وبالهاي حكمة وبالخاء خيرا وبدال دليلا وبذال ذكعا وبراي رحمة وبذاي زقاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبسعاد صدقا وبذات زياء وبتاي تراوة وبذاي زفرا وبالعين علما وبغين غنى وبالفاي فلاحا وبالكاف قربة وبالكاف كرامة وبالأم لطفا وبالميم موئذة وبنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هدايا وبالياء يكينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطايا أو نسيان أو طريف كلمة عن مواضيعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو شهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو شرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إذغام بغير مذغام أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إرغاب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورحبة عند آيات رحمتي وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجعنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم اجعل للقرآن لنا في الدنيا كرينا وفي القبر مونسا وعلى صراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى خيرا. كلها دليلا فاكتبنا على التمام وارزقنا عداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشره من الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر اللطف ونور أرشه سيدنا محمد وآله وصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.